طب الظروف اللي احنا فيها يعني سببها ايه يا كابتن فاروق؟ من غير ما حد يزعل مني، الاعلام الرياضي عامل مشكله كبيره في الوسط الرياضي او في التواصل الاجتماعي. احنا شايفين زي ما حضرتك كنت بتتكلم في مشاكل وجماهير بترد على جماهير، اتعدد الاعلام الرياضي بقى القرار بيتاخد في المكاتب ويتدافع عنه في الكاميرا، ده مشكله. احنا بنتكلم النهارده في اعلام رياضي، واعلام رياضي المفروض محايد، يعني الاعلام الرياضي ده المفروض ما عندوش ميول، يعني بيشوف الاهلي زي الزمالك زي بيراميدز زي الاسماعيلي زي الاتحاد، كله زي بعض زي المصري، يعني كلهم زي بعض. انا شايف الفتره الاخيره لا، انتماءات غير طبيعيه للانديه، وايضا انتماءات غير طبيعيه للقنوات اللي بيشتغلوا فيها. فده ما ينفعش، يعني انا من وجهه نظري ما ينفعش يبقى عنده مجلس اداره اتحاد الكوره وبيشتغل في قناه، طب ما هو عارف القرار قبليها وهيطلع يدافع عن القرار. هنا الشفافيه في التعامل لا مش موجوده. يعني دي حاجه، الحاجه الثانيه انت في احتقان غير طبيعي. احنا اول مره زي ما كنت بتقول حضرتك ان الاهلي والزمالك الناس الجماهير الاهلي والزمالك بدات تخش في الموضوع، كان الاول الادارات بتعمل مشاكل مع بعض، المدير مجالس اداره الناس الكبيره اللي عندها خبرات كان بيبقى في مشاكل، الاعلاميين الكبار كان بيبقى عندهم مشاكل. النهارده المشاكل بين الاهلي والزمالك بيراميدز كل الانديه دي على من عمر مثلا هتلاقي 10 سنين و11 سنه و12 سنه قاعدين بيبادلوا بعض القصد بالالفاظ او بالشتائم. الناس النهارده بتفرح في الاهلي ما يخسر او الزمالك ما يخسر. صحيح صحيح. الاسبوع اللي فات الزمالك ما خسر الدنيا اتقلبت، والنهارده النادي الاهلي ما خسر الدنيا. لا احنا مش عايزين كده ولا نتمنى كده، يعني كلنا مصريين، واللي بيتعمل لنادي الزمالك ومكسب نادي الزمالك هو يهم ان النادي الاهلي يكسب، واحنا كزملكاويه يهمنا النادي الاهلي يكسب، والاهلاويه يهمهم ان نادي الزمالك يكسب. والصوره دي اكبر تعبير. صحيح. مفيش فرق. يمكن انت قلت يا استاذ عمرو نقطه مهمه، ان احنا بعد ما نخلص المباراه نتفق هنتقابل ازاي، هناكل فين، يعني هنتجمع ازاي، هنركب عربيه مين. انا مش شايف ده موجود. انا شايف واخدين اللعيبه، واخدين يعني من بعد، انا بتكلم من بعد ثوره في يناير. انا شايف يمكن الفتره دي الوحيده اللي فيها استقرار في البلد. انا كنت اتمنى ان تكون الرياضه عندها نفس الاستقرار الموجود في البلد. بالظبط، يعني احنا ما صدقنا انه في امن وامان والى اخره. يعني نبص نلاقي، يعني احنا دلوقتي يا كابتن فاروق داخلين على بطوله افريقيا في شهر 6. يعني انا لا اتخيل ازاي مثلا هيبقى مشجعي مصر اللي هو فيهم اهلاويه وزملكاويه، ازاي هيقعدوا جنب بعض مثلا ويقعدوا يشجعوا مصر لو مثلا لاعب من الاهلي ما بصاش الكره للاعب من الزمالك في الفريق القوي. يعني هتكون الصوره ازاي؟ يعني والله الواحد حاطط ايده على قلبه. يعني طبعا احنا، طبعا انا معاك في الكلام كله بتقوله يا استاذ عمرو، لكن احنا برضه احنا مصريين، احنا في حاله ان احنا نحتاج ان احنا نقعد جنب بعض، احنا نساند بعض، احنا في النهايه يهمنا البلد. يعني الاهلي والزمالك وبيراميدز والاتحاد كل دولت ادوات لمصر، يعني مش هم اساس مصر، دولت ادوات لمصر. كلنا بنشتغل، كلنا نسعى عشان مصر تفضل نمرة واحد. مصر هي الغطاء اللي احنا كلنا بنبقى تحتيه. يعني مفيش حد، احنا دلوقتي اصبحنا في مؤسسات، في النهارده بلد، في بلد كيان موجود. صحيح. احنا بقى لنا دلوقتي من 2011 لغايه يمكن شهرين ثلاثه أربعة اشهر خمسة اشهر، حسينا ان في حتى لو مصر حاجه تشرف مصر. صحيح صحيح. يبقى احنا الصوره الحقيقيه للوطن العربي والدول الافريقيه في الفتره اللي جايه. صحيح. واحنا كلنا ما نقعدش بقى نحسب في نفسينا ونقول ان احنا الدوله مش لا احنا دلوقتي دوله تشرف اي مصري وليه الفخر والاعتزاز بمصر في